والصلاة والسلام على محمد الأمين خاتم النبيين ورحمة للعالمين. السادة الحضور، لكم مني تحية الإسلام. السلام عليكم جميعا، والسلام على بلد السلام الجزائر الحبيبة، والسلام على روح شهيد جامعة عباس مبروك إن شاء الله. ترحيب خاص بالسيد ولي الولاية الموظف وكل الوفد المرافق له، اللجنة الأمنية، السادة مدراء القطاعات الخلفية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، كل أطياف الأسرة الثورية، كل الأسرة الجامعية الواسعة لقطاع التعليم العالي، السيدة مديرة المدرسة العليا للغرب، والسيد مدير الخدمات الجامعية، طاقم جامعة عباس الغنوري بكل مستوياته من التحكم والتنفيذ والتعب، وتحية خاصة لأبنائي أقارب وبناتي وإخواني منهم في عيدهم الذين استيقظوا اليوم والمصادف بكل يوم من 19 ماي 1956. اليوم نقف نقطة إجلال لإحياء الذكرى 65 لعيد الطالب والتي انطلقت ذات يوم الثلاثاء من سنة 1956 حينما صدر بيان لكل مكونات الأسرة العلمية آنذاك في الجزائر للدعوة إلى طرد مقاعد الدراسة والتضحية من أجل هذا البلد المفتح. طبعا لبت الأسرة العلمية أو الأسرة المثقفة وطبقة المثقفة والطلبة بالذات هذا النداء والتقفوا بمسار الكتاب المسلل الذي شكل حجر أساس وهو معطفا نوعيا في تاريخ أو في مسيرة الكتاب من أجل تفعيل هذه البلد المفرغة. فلكل الطلبة الشهداء الرحمة والإجلال، ولكل طلبتنا اليوم تحية إجلال وإكبار. مسيرة الطالب الجزائري أعتقد اليوم ونحن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر، الجزائر الجديدة، لا تقل أهمية عن معركة 1956. فاليوم أبنائي الطلبة أنتم المعول عليكم في تحقيق التنمية وفي تمكين الجامعة من أداء دورها النوعي، وهي القطرة التي لابد أن تقود المجتمع إلى ما فيه صلاح الأمة وصلاح البلد وتقدمه، ولن يكون عليكم ذلك بعسير. أمامنا فيكم كثير ونحن نحتفي بذكراكم هذه وبعيدكم هذه، أن تصونوا الأمانة التي سلمكم إياها الجيل نوفمبر، وأن تحافظوا على الذاكرة الوطنية وعلى قيامها وعلى مبادئ هذه الدولة التي دخلت معطار كبير جدا وهو التحاق برقب الدول العريقة والغير عريقة على شكل ذلك، فتحقوا برقب الدول المتقدمة والمتطورة، لا سيما وأنتم أصحاب العلم وأنتم جيل الرقمنة وأنتم أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار النيرة التي يعول عليها في كل دول العالم أن تكون قافلة الأولى للتنمية. لا يختلجني أي شك ولا أي تساؤل عن مدى قدرتكم على ذلك، فصونوا الأمانة في هذا الضغط العصيب الذي يعني تمر به البشرية جمعاء، سواء من حيث الضغط الصحي وحتى الأزمة الاقتصادية المتوالية. مسؤوليتكم أثقل أعتقد، ولكن مرافقتنا لكم تحت الوصاية وبسياسة الوصاية لن تقل ولن تهمل إلى أن تصلوا إلى مستقبل زاهر. فقط كونوا معنا، لكم إلى أسمى الضحايا. ترحيب مجدد بكل الحاضرين، شكر خاص للمتعاملين الاقتصاديين الذين دعمونا في إحيان هذه الذكرى. عسى أن نلقاكم في منبر علمي آخر. لكم مني أسمى الضحايا، عيدكم مبارك وسعيد، ودمتم للجزائر بلد الجزائر المشهور كلهم بشهداء العباء. لا نحن 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 ن
وَمَنَاطِقُهَا وَنَوَاحِيهَا
السيد رئيس الدائرة، السيدة مديرة جامعة الشهيد عباس الغرور، السيدة مديرة المدرسة الفكرية الوطنية للنبات، إمامنا وشيخنا السيد مسعود، السادة المنتخبين المحليين، أباء المجاهدين، السادة أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، أساتذة وطلبة طالبة جامعة الشهيد عباس الغرور، الأسرة الجامعية، الأسرة الإعلامية، السادة ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أرحب بكل الذين نبهوا دعوتنا لحضور هذه الاحتفالية المخلدة للذكرى 65 لعيد الطلبة المصادف للتاسع عشر ماي من كل سنة، وهي محطة تاريخية عظمى في تاريخ الثورة التحريرية، محطة أثبت فيها أسلافنا من الشهداء والمجاهدين الذين تركوا مقاعد المدرسة الدراسة والتحقوا بالثورة وجيش التحرير الوطني من أجل المشاركة في تحرير هذا الوطن العزيز. لقد انخرطت كل شرائح المجتمع من عمال فلاحين وطلبة مختلف المعاهد والجامعات وحتى تلاميذ المدارس والثانويات والكتاتيب في صفوف الثورة التحريرية الكبرى منذ السنوات الأولى لاندلاعها. إن الطالب الجزائري أيها الإخوة، وبعد تشبعه بالفكر التحرري لم يتأخر أبدا في تلبية نداء أول نوفمبر 1954، وبدا ذلك جليا بعد تأسيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في 8 جويلية 1955 الذي أخذ في المرحلة الأولى يندد بتلك الأعمال الإجرامية واللا إنسانية التي كان المستعمر يمارسها في حق الجزائريين العزل لا سيما في القرى والمشاتل. وزاد تأثير هذا التنظيم بعد إلقاء القبض على الطالب عمار رشيد في 7 ديسمبر 1955 الذي استشهد تحت التعذيب الوحشي للبوليس الفرنسي، وكذا اغتيال الطالب حجاج فرحات في ظروف استعمارية غامضة. بعدها بدأت تطرح فكرة الإضراب العام عن الدراسة بين صفوف الطلبة الجزائريين ليتم إصدار نداء 19 ماي 1956 التاريخي، والذي تقرر فيه الانقطاع عن الدراسة والالتحاق جماعيا بالعمل المسلح وبصفوف جيش التحرير. فكان من هؤلاء الطلبة أطباء وممرضين في صفوف جيش التحرير الوطني، ونذكر من بين هؤلاء ابن المنطقة طبيب الولاية الأولى تاريخيا الذي وفته المهنية في الأشهر الماضية، المجاهد المرحوم محمود مهدي أجمالة. كما كان من هؤلاء الطلبة صناع القنابل والإعلاميين الذي لعبوا دورا فعالا في تدوير القضية الجزائرية في المحافل الدولية في مجالاتهم التي كانت تنقل الصورة الحقيقية لفرنسا وأساليبها الاستعمارية من قبل وتقتيل وسياسة الأرض المحروقة. كما كان من هؤلاء الطلبة أبرز الشخصيات الدبلوماسية في مرحلة المفاوضات التي قادت جولات التفاوض المتعددة، وعلى رأسهم المجاهدون رضا مالك، محمد الصديق بن يحيى، أحمد المنجل، والطيب والحروف رحمهم الله، وطلاب آخرون كان وراء انتزاع الشعب الجزائري لحريته واستقلاله. الحضور الكريم،
أبناء الطلبة، إن حرية الجزائر لم تكن أبداً هدية من فرنسا، بل كانت بتضحيات الرجال الدواسل، بل بتضحيات شعب برمته. فعليكم اليوم التمسك برسالة الشهداء وبنصائح أبنائنا المجاهدين، أبائنا المجاهدين، من أجل الحفاظ على هذا الوطن المفدى الذي ضحى من أجله رجال ونساء في أعماركم من أسلافنا من الشهداء والمجاهدين. لتبقى الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في القرن العشرين، والتي كان يقودها زهرة من شباب الجزائر من الطلبة، فكانوا فعلا من مجد بنات. فدعواتي أن تكونوا أنتم أيضا خير خلف لخير سلف، بأن تساهموا في بناء مجد ومستقبل الجزائر، وهذا لن يكون إلا بالتسليح بالعلم والمعرفة وحب الوطن، لأنهما أساس بناء المستقبل. فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. قبل أن أختتم هذه السريحة، وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزامات سيادة 54 وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة المصادق عليه فيما يخص إعادة بحث الرياضة في الأوساط المدرسية والجماعية، وصدور المشروع الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فبراير 2021 المتعلق بتجسيد العملية الآنية والمستعجلة المتضمنة في مخطط إعادة بحث الرياضة المدرسية والجامعية، أختتم هذه السانحة اليوم وبهذه المناسبة التاريخية الهامة، العيد الوطني للطالب، ونحن في رحاب هذا الصرح الجامعي المميز، لأعلن رسميا عن تنصيب اللجنة الولائية ما بين القطاعات لإعادة بحث الرياضة المدرسية والجماعية بحضور من كل الفائزين من القطاعات الثلاث، ألا وهي الشبيبة والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، وشركائهم من الحركة الجمعوية الرياضية. وأوجه اللجنة إلى العمل على تجسيد المخطط الإعلام على أرض الواقع مباشرة بعد هذا التنصيب، للجنة الولائية متابعة تنفيذ المذكرة المنهجية الواردة في هذا الموضوع الهام، والهام جدا في حياة أبنائنا التلاميذ والطلبة ومستقبل الرياضة في بلادنا. في الأخير أشكر الجميع على حسن الاستقبال. المجد والخلود لشهداء الأبرار. تحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
700,000 من المعلم الصوم وحزامين بما انقرضوا من
بطولية لرجلين صنع التاريخ بواحدة من قرى الأوراس الأشهر. إنها يبوس، قلعة الثورة ومسقط رأس العظماء من الشهداء والمجاهدين. يبوس الثورة، بل يبوس القرية التي تلد الرجال وتصنع منهم الأبطال الذين لم يتأخروا أبداً عن مواعيد الوطن. شهيدان وهم في عمر الزهور، الغزواني تغريست وبلقاس مغراوي، والبداية كانت من هنا. جمعت بين الشهيدين البطلين الغزواني تغريست وبلقاس مغراوي عناصر مشتركة في السراء والضراء، وجعلتهما يلتحمان لاقتسام محن الحياة، حيث كانا يجلسان في قسم دراسي واحد في المدرسة الفرنسية قبل اندلاع الثورة. الشهيد البطل الغزواني تغريست من عائلة متوسطة الحال متدينة، جده من أهل الوجاهة بيبوس، أما أمه فهي من عائلة رداح الثورية. انطلق في حياته التعليمية في حفظ جزء كبير من كتاب الله على يد والده في زاوية أجداده. أخرى في اللغة على يد الشيخ عمار مازوزي الذي كان بادسيا في قناعته. رفيق دربه الشهيد بلقاس مغراوي ينحدر، والآخر من قرية يبوس، أبوه الحاج غراوي وأمه حيزية بلولي، ترعرع وسط عائلة بسيطة من ثلاث إخوة وأخت واحدة. أخذ هو الآخر ينهل من التعليم المسجدي. التحق الزميلين بلقاس مغراوي والغزواني تغريست بالمدرسة الفرنسية عام 51 900 وألف، والتي يديرها المعلم الفرنسي دارماس، وذلك رفقة أقرانهما من القرية على غرار حميد سروالي، عبد الرحمن بلولي، الطهر مشكال، المكي تغريست، محمد مخاشفي، عمر النواصري، عمار بوسسلة، إبراهيم معاش وآخرون. وبعد غلق المدرسة كان مصير كل هؤلاء متاعب الأرض والرعي بالأغنام، لكن السلطات الاستعمارية عاودت فتح المدرسة من جديد، لكن هذه المرة بمعلمين عسكريين فارضة على التلاميذ نظاما داخليا عسكريا. الغزواني وبأمر من عمه المحبوبي الذي كان ضمن الطلاع الأولى للثورة التحريرية بالأوراس، قرر أن يغادر مقاعد الدراسة ويلتحق بجيش التحرير، فأخذ يبحث عن مساعد له يؤتمن له ويشاركه في التخطيط للعملية. فعرض الفكرة على رفيقه بلقاس مغراوي، فقرر الاثنين إخفاء السر حتى يوم التنفيذ. وفي لمح البصر ومع غروب الشمس راح الرفيقين إلى اختطاف سلاح معلمهما مع حزامين من الخراطيش، وذلك عن طريق قشابية زميلهم محمد مخاشفي. عبد الله هذا حساب الجيش يروح المعرض تاعهم ويدير في الشغل المعرض. هذاك النهار جا لي كان وانا عجز عن الكاب يتم بما يشتي، قال انا خبرني انا رايح نجيب من السلاح تاع الطرف تاعي انا وبالجيش نروح. ما قالوا حتى الواحد حنا على ذلك كنا في الشعبه هذيك حنا على ظلوه ثم نلعبوا هربوا مع الشعب. لا واحد فيها الفاق بهم حتى الليل هذيك يعمر بي كيفاش كملت الدواء نتاع عندك وين كي خرجت روحت هنا شفت وسمو غراوي مش مع المشاهد الغزواني ما شفتوش مسكين خلاص وانا قريت معاه العربيه وكنت عندهم اخلاف صوره كنت عند عمي. وهربا متجهين الى مركز الاخوه بسلسله بالكركار بمنطقة شيا. زو جيراني طالعوا الجبال هزوا السبتة زادوا الرمال ضربوا ضربة قلبوا لي شعير مضربون أنا جمع وهلال ما تبكي شي هاي عيني
تغير من الولق وبكي غير على شهداء اللي خلى وذراه ريتما. إن هذا العمل البطولي ظل حديث العام والخاص بقرية يابوس آنذاك، نادرا ما يعجز عنه حتى الكبار. اسمعوا في أرضنا تنادينا، اسمعوا في أرضنا تنادينا، اسمعوا صوتها الحر الحزين، فقط أقيم لهم استقبال عسكري حاشد من طرف المجاهدين بحضور القائد عبد المجيد عبد الصمد. الالتحاق كان في البداية ببعض الرفقاء من أبناء شليا على غرار الطيب معاش ثم محمد البشير ردح وهو خال الغزواني الذي هنأهما على هذا العمل البطولي. أما عن رد فعل الفرنسيين فكان جنونيا لما اكتشفوا فقدان سلاح المعلم الذي قضى ليلة سوداء. البطلين الغزواني وبالقاسم من العناصر الفعالة في صفوف جيش التحرير، فالغزواني أصبح الكاتب الشخصي لضابط جيش التحرير محمد البشير الدح، فيما اشتغل رفيقه بالقاسم في نفس المهمة لدى الشهيد البطل عمار معاش لتكتب لهم الشهادة في ساحة الوغى في معارك ضارية ضد العدو الفرنسي، وعمرهما آنذاك لم يتجاوز 18 عاما. فقد استشهد الغزواني في معركة شليا الكبرى عام 58 رفقة قائد الولاية الأولى التاريخية آنذاك علي النمر، وبعد أشهر قليلة لحق به زميله بالقاسم شهيدا هو الآخر في معركة الكتف السوداء بين طمزة وبوحمامة. وهذا لأن 3 عامين استشهد الشهيد ما كانوش بعد عليا بعد 50 متر. هذا الشيء اللي نشهد له الطلب هذا. ليخلد اسمي هذين الشهيدين الطالبين في سجل الخلود ضمن شهداء الجزائر، وتبقى معهما يابوس شاهدة على خير ما أنجبت هذه القرية المجاهدة. فالعزة للوطن والخلود للشهداء وتحيا الجزائر. صح صح.
بسم الله. السلام عليكم. هذه الفرقة الإنشادية هي جاءت في عمل تشاركي بين مصلحة مديرية النشاطات الفرعية لجامعة عباس الغرور، مصلحة النشاطات للإقامة 500 سرير، المدرسة العليا للغابات، والمركب الرياضي الجواري أحمد عزيزي. بدينا خدمنا مع البنات هذو، ما مش غير هذو، هذو معينة صغيرة برك من البنات. عندنا تقريبا أكثر من 60 طفلة اللي تم تكونوا في إطار الإنشاد الوطني والديني وفي المقامات في التجويد، وهذا اليوم جاوا باش يغنيو وينعتوا لكم تسمى عينه من الخدمه اللي خدمناها معهم. كنا موجودين خدمه على نحن طلاب الجزائر، من بعد البنات خيروا قال لك حنا حبينا نغنيو على فلسطين تضامن مع خوتنا في القدس. ان شاء الله تعجبكم الخدمه، ما بقي معناش بزاف كي خدمناها، عندنا دو جور برك دو بريباراسيون. بارك الله فيكم. تست موطني
والتعذيب والاستقلال
لأواتكه على مصالح الفردية خير تجسيد للمستوى وعيهم الوطني ونضجهم السياسي وقناعتهم العميقة بقيم الإبداع والشرف. إنهم هبوا إلى صفوف جيش التحرير الوطني وانضموا إلى كفاح المسلح في المدن والأرياف وضحوا بدراستهم وبالثمن من طموحاتهم وأمالهم الشخصية، لأنهم كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنه لا وجود لحياة العزة والكرامة في ظل الخضوع والعبودية، نعم، ولا للشعور بالانتماء للوطن من غير أداء ما يقتضيه هذا الوطن من واجب استرجاع حريته وسيادة كلف ذلك ما كلف من التضحيات. وبهذه المناسبة نقف وقفة ترحم وبخشوع وإجلال على أرواح أبناء وبنات الجزائر الحبيبة من طلبة ومدرسين معقول الذين سقطوا شهداء في ميدان الشرف أو تحت تعذيب المستعمر الغاشم لكي تحيا الجزائر ولكي يعيش شعبها في كنف الحرية والاستقلال. للطالب اتخذناه إجلالا وتعظيما لأرواح أولئك الفتية الخالدين ومصدرا للفخر والإلهام لأجيالنا الحالية والآتية ليساهم في تعزيز حب الوطن والحرص دوما على وحدته وسيادته. إن الطلاب اليوم مثل طلاب الأمس يعرفون كيف ينحلون من تلك القيم التي آمن بها أسلافهم وكيف يجسدون الأمل المعقود عليهم ويصنعون حاضراً ومستقبلاً يسودهم الرفاه والاستقرار. إنهم يعرفون أن الحفاظ على الجزائر فرض عين عليهم وأن لا سبيل إليهم من دون اكتساب المعرفة والتفني في تفعيلها في الميدان حتى يكون للجزائر نصيبها من منافع العلوم والمعرفة العصرية والمكانة اللائقة بها في المحافل الدولية أقول، ومن ثم يتم تحقيق حلم الشهداء وما نص عليه بيان أول نوفمبر. يحق للجزائر في مثل هذا اليوم المشهود أن يقف لحظة للتمعن في مسيرتها في مجال نشر العلم والمعرفة منذ استرجاع السيادة الوطنية. فمن أقل من 500 طالب في سنة 1962 وصلت بلادنا اليوم والحمد لله إلى ما يقارب الآن مليوني طالب وطالبة عبر جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا منتشرة في سائر ولايات البلاد والتي ضمت أجناساً أخرى أيضاً، كما أنه بعد أقل من 10 أساتذة جامعيين غداة الاستقلال باتت الجزائر تمتلك اليوم ما يقارب 100,000 أستاذ ومساعد يؤطرون ورافقنا الجامعية بشتى أشكالها. إن الوقفات التاريخية تستوجب جميعها التمعن في مثل الأسلاف وتوجيه رسائل إلى الأجيال الصاعدة، ومن ثم أريد في هذه الوقفة بمناسبة اليوم الوطني للطالب أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة جامعة الشهيد عباس الغرور ولاية خنشلة خاصة وإلى كل طلاب الجزائر الحبيبة كفة. فأولى رسائلي ها هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم للاكتساب العلمي يقول والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي في خدمة مستقبل بلادهم. فالمدرسة والجامعة ليستا فضاءً للصراعات أو المصالح أو الإيدولوجيات ولا للمنافسة السياسية، فعلى الجميع أن يحترم حرمة الجامعة وأن يتصف بأخلاقيات الحرم الجامعي وخاصة
خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة. وعلى الطلبة من مختلف فئات الشعب أن يحمدوا الله اليوم على ما تمكنت الجزائر من توفيره لهم في ظروف صعبة، وأن يساهموا من خلال تفانيهم في تحضير ظروف أحسن للدفعات اللاحقة من الطلبة في الجزائر. أما رسالتي الثانية لزملاء الطلبة هي مناشدة إياهم أن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجية بلادنا في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر. إنني على يقين من أننا أجيال اليوم هي امتداد طبيعي لأجيال الأمس، وأن الذين قدموا أرواحهم فداء لاستقلال الجزائر ومهرا لحريتها، تاركين مقاعد الدراسة لهم اليوم يعدون بالآلاف والآلاف في عهد الجزائر المستقلة. وفي هذه اللحظة أهب بطالباتنا وطلابنا أن يستلهموا من هؤلاء الأسلاف والأمجاد والأبطال ليتجندوا بدورهم من أجل اكتساب العلم من المساهمة في استمرار بناء الجزائر، جزائر العزة والكرامة. وفي الأخير أتقدم باسمي وباسم جميع طلبة جامعة عباس الغرور ولاية خنشدة بأحر التهاني، وكل عام وأنتم ناجحين، كل عام وأنتم ترسمون لوحة المحبة والمعرفة من أجل وطنكم الحبيب. فأنتم أيها الطلبة حاضر ومستقبل الجزائر، بكم يستهر وتزدهر وتتقدم في جميع المجالات. ندعوكم إلى بذل أقصى الجهود من أجل رفع المستوى العلمي وتحقيق التنمية، فمنكم الطبيب والمهندس والمعلم وغيرها من الإطارات السامية. تحيا الجزائر حرة مستقلة، ودام المجد لطلابها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم. جزيل الشكر للطالبة رباب جريدي. نكمل الاحتفال من خلال إبراز مواهب طلبة جامعتنا، والبداية ستكون مع الطالب عساوي وليد من خلال عرض الألعاب الخفيفة. السلام عليكم. نحيي كل الطلبة والطالبات، عيدكم مبارك إن شاء الله. وليد عيساوي طالب جامعي متحصل على عدة جوائز، جائزة الأولى في المهرجان الوطني لمسرح الطفل الطبعة السابعة والأخيرة، في المهرجان الأولمبياد لشباب ولاية ورقلة المرتبة الثانية، وكذلك في المهرجان الوطني للمونولوغ الطبعة الأخيرة هذه قبل الكوفيد، دينا الجران بري لجامعة خجلة. شكرا، استمتعوا معنا. شكرا شكرا، يعطيكم الصحة.
الصحة مجدي نوخ بركة مجدي الله مجدي.